وضعوا على فمه السلاسل، ربطوا يديه بصخرة الموتى وقالوا: أنت قاتل. أخذوا طعامه والملابس والبيارق ورموه في زنزانة الموتى وقالوا: أنت سارق. طردوه من كل المرافق، أخذوا حبيبته الصغيرة ثم قالوا: أنت لاجئ. يا دامي العينين والكفين، إن الليل زائل، لا غرفة التوقيف باقية، ولا زرد السلاسل. نيرون مات ولم تمت روما، بعينيها تقاتل، وحبوب سنبلة تجف، ستملأ الوادي سنابل. اهلا بكم. عمرو اديب عن حمله شايف مصر 2017 ازاي هتكون سنه سودة، والدولار هيوصل 40 جنيه. 2017 هتكون اصعب من 2016 على الكل. اتفق على هذه الرساله احد اهم اذرع عبد الفتاح السيسي الاعلاميه، وهو عمرو اديب رواد مواقع التواصل الاجتماعي. فعقب تعويم الجنيه واقتراب الدولار من 20 جنيه، نقلت مواقع عن عمرو اديب قوله ان 2017 ستكون سنة سوداء على المصريين، وان الدولار سيصل الى 40 جنيه، في حين اكد خلال برنامجه ساخرا من بعض المبشرين بهبوط سعر الدولار، لو وصل الدولار ل 11 جنيه هتحزم وارقص على الترابيزة. واستبعد أديب حدوث أي تحسن في الحالة الاقتصادية خلال العام القادم، محذرا الحكومة من عدم قيامها بأي شيء للمواطن لمواجهة الإجراءات التي اتخذتها. واستبعد أديب حدوث أي تحسن قبل عام على الأقل، وأضاف: مش هيحصل تحسن قبل آخر السنة الجاية وأول 2018 لما نبيع الغاز وناخد فلوسه. ممكن أقول لحضراتكم حاجة وإحنا داخلين على السنة الحلوة اللي جاية 17؟ أي حد قال الشرطي بيتضايقوا بالكلام، ويجي حد يقول لي بقى نكدت على الناس يا شاطر، عاجبك اللي انت عملته؟ معلش يعني، ما هو يا بخت من بكاني وبكى الناس عليا، ولا ضحكنيش وضحك الناس عليا. 17 اصعب من 16. اذا كنت فاكر ان 16 كانت بايخه، وبص حواليك في العالم، يعني مثلا بص الدول معاها فلوس كتير زي المملكه العربيه السعوديه، زي قطر، زي الكويت، زي الامارات، رفع الرسوم ورفع الاسعار وبتاع. دي دول معاها فلوس، ورغم ذلك بترفع اسعار الحاجات، بترفع اسعار الخدمات، بترفع كل دي دول معاها فلوس كتير جدا، ولكن خلاص ما بقاش فيه في العالم القرش بتاع زمان. ما بقاش فيه في العالم القرش بتاع زمان، واذا كانوا الناس دول مشكورين في يوم ساعدونا وقفوا جنبنا، خلاص انتهى الموضوع ده، محدش هيقف جنبك تاني، لان هو عنده مشاكله وعنده حاجته وعنده التنميه بتاعته وعنده متطلبات كتير وعنده الامن بتاعه. للتعليق على ما قاله عمرو اديب ينضم الي عبر سكايب من القاهره الكاتب الصحفي المصري السيد محمد منير. اهلا بك معنا سيد محمد. اهلا بك. اهلا بك. نعم، عمرو اديب هنا لمن يوجه الرساله؟ للحكومه ام لعبد الفتاح السيسي ام للشعب؟ عمرو أديب يحاول أن يضحك علينا مرة أخرى، لأن يعني مثل هذه الرسالة لا تخرج من عمرو أديب، وإن كان في ظاهرها وفي مضمونها هي فيها جزء يحمل حقيقة، ولكنها جزء من عملية الدجل والجدوى الذي يمارس علينا. عمرو أديب اللي عاوز يرقص عشان إذا الدولار ما وصلش 40 جنيه، هو إحنا لينا عنده أربع رقصات قبل كده، لما كان عاوز يرقص لما كان لو مبارك خد براءه وكان عاوز يرقص وما رقصش ولا مره. فيعني انا مش مهتم كتير باللي بيقوله عمرو اديب، لان ده نوع من انواع الدجل والاقتصاص، وعمرو اديب ده جزء من المنظومه اللي مسؤوله عن حاله التردي الموجوده فيها البلاد الان. وعراق حسين سعد وفي شرف صوت بس لو عندي صوت عمرو. طيب سيد محمد،
عمرو أديب، من هذه الرسالة يبدو للجميع أنه ينتقد الحكومة وينتقد النظام ويتحدث عن انهيار اقتصادي كبير وأنها تكون سنة سودة. يعني هل سمح لعمرو أديب بالحديث بهذه الطريقة؟ يعني اصل شوف، يعني انك تدي النظام المحبس في ايديها، دي لعبه قديمه قوي واتعملت قبل كده مع ابراهيم عيسى وبتتعمل النهارده مع عمرو اديب. يعني جزء اللي هو واحد يطلع يصرخ الحق الناس جعانه حرام عليكم، ويبقى هو جزء من الاتفاقات. يعني ده جزء احنا شعب. لكن لما تيجي تسالني انا بقى، يعني واحد من الناس او واحد من الشعب، هي سنه سودة؟ لا، هي ستين. ما هو اذا كان لكل حصاد زرع، إذا زرعت فأنت تحصد. فأنت إذا كنت عاوز تخش على 2017 عشان تحصد 2017، أنت زرعت هي في 2016، أنت زرعت في 2016 السواد فهتحصد حنظل في 2017. يعني إيه هو اللي اتزرع في 2016؟ الأرقام كلها بتشير إن 2016 كان كل الزرع بيقول إن النتائج اللي هتتحصد في السنين اللي بعديها نتائج لا تبشر بالخير إطلاقاً. لما حجم الدين العام يزيد في مارس ل 2.5 تريليون جنيه، يعني 280 مليار دولار، لما ينهار احتياط النقد الأجنبي 17.5 مليار دولار في نهاية مايو 2016، لما يصل الجنيه الدولار إلى 8.8 قبل تعويمه، ثم بعد تعويمه في ظل ظروف اقتصاديه مترديه وما فيش انتاج. طيب، فكره ان الاوضاع لن تتغير مع نهايه 2017 وربما تتغير مع بدايات 2018، هل نحن هنا امام حمله مبكره لعبد الفتاح السيسي للترشح لولايه قادمه، وبانه سياتي باربع سنين اخرى بعد اربع سنين عجاف؟ شوف، يعني دعنا نعمل القاعدة القديمة الثابتة: لن يتولى عسكري الحكم ويخرج بشكل ديمقراطي. يعني سواء كانت البلد انهارت، خربت، نجح، فشل، طبعا هو بيستعد مش لفترة قادمة، لفترات قادمة، طول ما ربنا مديله الصحة، طول ما هيفضل رئيس جمهورية. لن يعني فكرة ان يجي رئيس عسكري يقعد في مصر ثم يقضي مدة أو اتنين ويمشي، ده أنا مستبعده. لكن طيب، يمشي في ظروف استثنائية، هو ده اللي وارد. نعم، دعني أتوقف معك ومع السادة المشاهدين حول آراء المواطن المصري بخصوص 2017، وهل يراها سنة سودة كما قال عمرو أديب أم لا. نتابع. إن شاء الله سنة كويسة وممتازة وتبقى أحسن من الناحية الاقتصادية للبلد. لا تقع الصراحة. ها؟ هتقع. ايه؟ توقعاتك لعام 2017 الحالة الاقتصادية؟ لا مش كويسة برضه، هتغلى، الحاجات هتغلى أكتر. الله، خراب. اللي هي في 2017؟ كل واللي بعديها كمان. ليه؟ كده من غير ليه؟ احنا ناكل أصلا لا سكر ولا زيت ولا رز ولا لحم ولا أي حاجة. كل حاجة عمالة تزيد. حلوة منين بقى؟ شاب مش عايز يتجوز، والارض بايظه، ما فيش اي حاجه خالص. التقاعد ايه؟ التقاعد زي الطين، عيشه مرار ان شاء الله. اتوقع ان بقى احسن طبعا، ان السياسات دي سياسات تقشفيه بيعملها، ولكن احنا يعني هناخد بس الجانب الوحش دلوقتي، ولكن في المستقبل حتى بعد سنتين او ثلاثه هنشوف الجانب الكويس. سنه 2017 2017 الناس صارت تبقى افضل، يعني الحاله الامنيه تبقى افضل، الحاله الامنيه والحاله الصحيه برضه ان شاء الله تبقى افضل، وان شاء الله هنشوف نتائج احسن من 2016. يعني عايز بس الناس بس تتفائل، يعني ما تبقاش في نوع من انواع التشاؤم، تتفائل بس وان شاء الله بكره احسن. يعني والله ربنا يجعلها سنه خير علينا يعني، ويجعلها كويسه. انت شايف في الحاله اللي دلوقتي سنه 2017 عامله ازاي؟ بلاش تسالني علشان ممكن يبقاش يعني هتبقى كلمتين نكد. يعني هقول رايي ايه؟ هتبقى كلمتين نكد. قول انت. لا، اللي جاي سواد يعني. ازاي؟ زي ما انت شايف، يعني انت مش عارف؟ انا عايزك انت اللي تقول. والله يا باشا ربنا يستر على البلد، يعني احنا مش عارفين ايه اللي بيحصل في البلد، مش فاهمين اي حاجه، بس اقدر اقول لك ان ربنا يسترها، مش قادر اقول لك اكتر من كده. اذا شايف انها تبقى عامله زي المرحله الاقتصاديه، هي محله اقتصاديه هيبقى فيها كسر اقتصادي، عشان خاطر طبعا الاسعار في زياده، اسعار في زياده جامده. انا واحد من الناس كل يوم بشوف اسعار جديده جدا، كل ما انزل في الشارع بلاقي اسعار غير الاسعار، يعني بلاقي حاجات غير الحاجات. قاعات اللي هي تبقى بلد اصلا دلوقتي كيلو السكر بيخش له في 15 جنيه، وك...
كمان في السوق السوداء، يعني هو مش الحكومه اللي عاملاه، وما احنا ما بنشوفش بتاع الحكومه، بس يعني السكر بقى ب15 جنيه، وبيقول لك الزيت هيغلى والشاي هيغلى، وما احنا هنعمل ايه؟ طيب احنا الشعب هيعمل ايه؟ وفقط وجب التنويه قبل ان اعود الى ضيفي السيد محمد منير، ان هناك بعض ممن جاءوا في التقرير استخدموا الفاظا للتعبير عن واقع مصر الحالي وعن مستقبل مصر في 2017، لكن بالتاكيد لم نستطع ان نذع هذه الالفاظ. اعود اليك السيد محمد منير، كيف رايت اراء المواطنين؟ يعني هناك تباين، هناك من يضع امال على 2017، وهناك من ذهب لابعد مما ذكره عمرو اديب. هو لفت نظري مواطن كان مع الزميل اللي بيحاوره، بيقول له السنه الجايه سودة واللي بعديها سودة، فما قال له ليه؟ قال له اهو كده. هو ده راجل حسبها باحساسه، لانه علشان تبقى في سنه بيضاء او سنة، هو هذا هو المواطن الذي استخدم عدد من الالفاظ ولكن لم نستطع اذاعتها. طبعا ما لازم يستخدم، يعني ده راجل بيتكلم بأحاسيسه وأحاسيس صادقة جدا، أنا خدت بالي من الموضوع ده. يعني لازم تكون هناك مقدمات. إيه هو طبعا مش هيقدر يحسب بشكل علمي، إيه هو اللي أنت مقدمه 2016 أو 2015 علشان تحصده 2017 أو 2018؟ لا، أنت عمال تستلف وعمال تصرف في هزل، ورجال أعمال نصابين واخدهم حواليك، عمالين كل واحد اللي ياخدك من ايدك يفتح لك حته قريه في الصعيد، وانت تقوم مقابل ده مديله فاسيلتيز، تسهيلات من دم الناس، يرمي لك منها لقمتين بيتين. هو معتبر التنميه حبه الحركات اللي معموله دي، مش هي دي التنميه. هو الناس عندها استعداد زي ما قال المواطن اللي بعديه انها تستحمل شويه عشان تحصد بعد كده، لكن هو ايه هو اللي بيتعمل تنميه لصالح المواطن مش لصالح الطغمة الفاسدة؟ طيب سيد محمد، ألا يفترض أنه كلما ازداد معدل الجوع والمشكلات الاقتصادية والمشكلات الاجتماعية وغلاء الأسعار ازداد الغضب الشعبي على من يحكم؟ لماذا في مصر في هذه الحالة، حالة وجود عبد الفتاح السيسي، كلما ازداد الجوع وانهار الاقتصاد أكثر، كلما ازداد الخوف والسلبية أكثر؟ هذا ما يبدو. لا، هو 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 قصدي موضوع معقد شويه. هو الغضب الشعبي مش هو لوحده كفيل بانه يحدث حركه تغيير، لان لابد ان تكون هناك طليعه. الطليعه ما زالت مجروحه من 2011 وما زالت متفرقه، ويعني في الوقت اللي المعسكر الذي ينهب مصر معسكر متوحد وقوي، في الوقت المعسكر المنهوب معسكر متطاحن ومتناحر بفعل المؤامرة التي وقع فيها 2011. طبعا ده هياخد وقت شوية. أنت قصاد شعب مجروح بثورة لم تكتمل، أو مجروح بثورة سرقت ونهبت منه، فطبيعي المعاناة وحدها مش هتقدر تحرك هذا الجريح، لكن لما يقدر الناس دي تلملم نفسها وتقدر تتحاور مع نفسها مرة تانية وتقدر تتوحد مرة تانية، هتقدر تواجه اللي بيحصل. أشكرك شكرا جزيلا محمد منير، الكاتب الصحفي المصري، كنت معنا عبر سكايب، ونافذ على مصر حلقتنا مستمرة بعد الفاصل، فابقوا معنا. إن نسيت فلن أنسى روزا باركس. روزا ذات البشرة السمراء التي رفضت